كم مرة سمعت في الكرة عن جملة اختاروا الحب على حساب المال؟ عن نفسي سمعتها كتير قوي. كل لاعب بيقعد سنتين تلاتة بيعمل نفسه فيها ابن النادي وحبيب الجمهور. بس الحقيقة بقى أنا مش هكلمك عن اللعيبة الأوفياء اللي لعبوا طول عمرهم في نادي واحد، أو اللي رفضوا عروض كتير عشان يقعدوا في فريقهم مهما كانت الفلوس والمغريات. يعني مش هنتكلم عن مالديني أو ديلبيرو أو ماركو رويس وبيول والكلام الكبير ده، لأن اللعبة دي صحيح كملت في النادي اللي بتحبه، بس على الأقل أخذوا نصيبهم فلوس وبطولات. وحتى لو كان ممكن يعملوا بطولات وفلوس أكتر في مكان تاني زي رويس مثلا على سبيل المثال، لكنهم خدوا حظهم مش بس بطولات، لا دول بقوا أساطير عند الجماهير وتعوضوا بأكتر من طريقة. بس دلوقتي أنا جاي أكلمك عن الأوفياء اللي بجد، اللي ما خدوش لا فلوس ولا بطولات وبرضو استمروا مع ناديهم. لعيبة خسرت كل حاجة كانوا ممكن يعملوها بس عشان يفضلوا مع حب الطفولة ناديهم الأم. يلا دينا لك الجميل، وعايزك تقولي في الكومنتات مين أوفى لاعب في تاريخ الكرة بالنسبة لك، سواء محلي أو عالمي مش هتفرق. يلا بينا نبدأ. أول اسم في فيديو النهاردة ممكن يكون مش معروف بالنسبة لك إلا لو أنت كنت مشجع للكرة الإيطالية من زمان، وهو أليساندرو لوكاريلي، أسطورة نادي بارما، وهو أوفى واحد في القائمة دي بالنسبة لي شخصيا. لوكاريلي ما كانش من ناشئين بارما، ولعب لأكتر من فريق في الدوري الإيطالي لحد ما راح بارما في 2008، واستمر في اللعب مع الفريق بشكل طبيعي لحد سنة 2015 لما أعلن نادي بارما إفلاسه. عايزك تفهم إن المشاكل المالية للنادي وصلت بيهم إنهم ينزلوا للدرجة الرابعة في إيطاليا، وتم الحجز على كل ممتلكات النادي من عربيات النادي وفلوسه وكل حاجة، يعني تحول كأنه نادي للهواة. وقتها لوكاريلي كان تقريبا 38 سنة، يعني المفروض يعمل زي باقي اللعيبة ويفسخ عقده ويشوف نادي أمن فيه مستقبله، وده بالفعل اللي عمله أغلب لعيبة الفريق، كله فسخ عقده وراح شاف أكل عيشه في مكان تاني وقال يا فكيك. لكن لوكاريلي وبعد يوم واحد من إعلان هبوط بارما للدرجة الرابعة بعت رسالة رسمية للجمهور وقال فيها: لن أغادر بارما حتى نعود للكاليتشو سويا مرة أخرى، أعدكم بشرفي. وفعلا بدأ في اللعب معاهم في الدرجة الرابعة، لكن النادي ما فيهوش لا مية ولا كهرباء. أحيانا كان بينقل اللعيبة بعربيته لأن النادي ما كانش له أتوبيس مخصص للاعبين في وقتها. أمر اللعيبة إنهم ياخدوا تيشيرتات الفريق ويوصلوها في بيوتهم، كان كأنه كابتن ورئيس النادي في نفس الوقت. وفي أول سنة نجحوا يصعدوا للدرجة الثالثة بدون أي هزيمة، وتاني سنة نجحوا يصعدوا فيها للدرجة الثانية، وبكده فاضل على الحلو تكة وخطوة واحدة لتحقيق وعد لوكاريلي. لكن الموضوع يعدي كده؟ لا، لازم يبقى درامي زي الأفلام بالظبط. خلال مباراة الحسم للصعود كان بارما محتاج إن مباراة فوجيا وفروسينوني تخلص بالتعادل عشان يصعدوا للكاليتشو. وفعلا وبسيناريو غريب تحصل المعجزة وتحصل النتيجة اللي بارما محتاجها بالظبط عشان يصعد للدوري ويحقق الأسطورة لوكاريلي وعده الجمهور بارما بالعودة للسيريا خلال 3 سنين، ويعتزل الأسطورة بعدها عشان يكون مالك نادي بارما إلى الأبد، وقرر النادي حجب رقم 6 تكريما للي عمله للنادي. ومن إيطاليا نسافر لإسبانيا، واللاعب ده لسه بيلعب لحد النهاردة في نادي أتلتيكو بلباو، وهو الإسباني إيكار مونياين، قائد أتلتيكو بلباو اللي شفناه لأول مرة في النادي في 2009. ولو أنت متابع للليجا من زمان هتبقى عارفه كويس وعارف قد ايه هو لاعب مميز، وظهر بشكل لافت لكل أندية أوروبا تحديدا خلال وجود مارسيلو بيلسا كمدرب للفريق. وصادف ده انها كانت بدايات مونياين، وفعلا دخلت أندية زي تشيلسي وأرسنال والسيتي في مفاوضات معاه، لكن الرد كان بسيط وحاسم دايما: مش هسيب فريقي، لحد ما الأندية يئست وبطلت تتفاوض معاه. عشان تفهم، مونياين ما كانش مجرد مشجع للنادي، لا ده ما عرفش نادي غيرهم حتى قبل الفريق الأول. وبالرغم من ان رحيله لأي نادي تاني كان معناه ظهوره بشكل أفضل وزيادة فرصه للمشاركة في نجاحات منتخب إسبانيا، لكن الأولوية كانت واضحة عنده دايما، وده شيء يحترم سواء له أو لأي لاعب بيعمل كده. ومن إسبانيا نطير على إنجلترا، ولا مش هنتكلم عن جيمي فاردي واللي بالمناسبة يستاهل التقدير برضه، بعد ما رفض كل العروض من كبار إنجلترا عشان يكمل مع ليستر اعترافا منه بفضلهم في تحويل مسيرته. لكن كلامنا هيكون عن لاعب انت أكيد كنت عارفه بسبب لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، وهو الظهير الأيسر لنادي إيفرتون في السابق ليتون باينز، اللاعب اللي اعتزل سنة 2020 بعد مسيرة استمرت ل 13 سنة مع الفريق الأول لإيفرتون. وبالرغم من رغبة أندية كتير في إنجلترا في التعاقد معاه، لكنه رفض
كل العروض وقرر انه يبقى أسطورة. عايز اقولك ان قيمته التسويقية في 2013 وصلت ل 22 مليون يورو، وده رقم كبير بالنسبة لمدافع. يا راجل ده جوردي ألبا وهو رايح برشلونة في نفس الفترة تقريبا كانت قيمته 25 مليون يورو. ودلوقتي جه معادنا مع اشهر لعيب مش مشهور، واحد من اكتر اللعيبة الاندر ريتد في تاريخ الكورة، انطونيو دي ناتالي، اسطورة نادي اودينيزي الايطالي او اسطورة الظل زي ما بيطلق عليه، صاحب ال 277 هدف بقميص اودينيزي كاكبر هداف في تاريخ النادي. وخلال 12 سنة قضاها مع الفريق كانت مفاوضات الفرق الايطالية مع دي ناتالي ما بتخلصش، ابرزها يوفنتوس اللي حاول ضم اللاعب اكتر من مرة لكنه فضل البقاء واكمال مسيرته مع اودينيزي، وبسبب الاختيار ده انهى مسيرته في سن 39 سنة بدون ما يحصل على اي لقب مع النادي او منتخب ايطاليا. وبالرغم من مهارته وقدرته التهديفية الرائعة لكنه ما خدش حقه من التقدير سواء المادي او المعنوي، وعشان كده اطلقوا عليه لقب اشهر لعيب مش مشهور، لانه قد يكون افضل لاعب اندر ريتد في تاريخ ايطاليا والكرة عموما. لكن الرقم اللي هيصدمك دلوقتي هو ان دي ناتالي سادس هدافي الدوري الايطالي في التاريخ بعد ما سجل 209 هدف في الدوري الايطالي خلال 445 مباراة عبر مسيرته الطويلة. وطبعا في لعيبه كتير استمرت مع ناديها بالرغم من العروض، زي مارك نوبل قائد ويست هام يونايتد واللي دافع عن قميص فريقه لاكثر من 16 سنه متتاليه لحد ما اعتزل بنهايه الموسم اللي فات. ومثال تاني هو ايجور اكينييف حارس سيسكا موسكو ومنتخب روسيا واللي بيلعب لنفس الفريق من اكثر من يجي 20 سنه. تخيل كده من 2003 وهو حارس لنفس الفريق لحد النهارده لما وصل سنه ل 37 سنه ولسه مكمل. وعلى فكره في لعيبه كتير قررت تكمل حياتها في النادي اللي بتحبه، ومش بس في اوروبا يعني عندنا في النطاق العربي ما نقدرش ننسى النجم الاماراتي اسماعيل مطر معشوق جماهير الوحده الاماراتي واللي بيشارك معاهم من 2001 وما سابش النادي غير في فتره اعاره 6 شهور بس لنادي السد القطري، وامثله كتير وكتير في الوطن العربي لكن مش هنتكلم عنها. انا هسيبك انت في الكومنتات تجاوب على السؤال ده، وسؤال فيديو النهارده هيكون مين اكتر لاعب عربي اخلاصا ووفاء لناديك المحلي؟ سيب لنا رأيك في التعليقات واشوفكم في فيديو جديد. سلام.